السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله محاضرة اليوم الثاني في دورة البحث العلمي الخاصة بطلاب الدراسات العليا في جامعة تكريت كلية الهندسة. أعتقد الصورة واضحة. صورة واضحة إن شاء الله. نعم دكتور، الصورة واضحة. إذا نبدأ نشرح صيغة البحث بصيغته الأولية، أو قالب البحث بصيغته الأولية. كيف تقدم بحث إلى مجلة؟ ما هي العناصر التي يجب أن يحتويها بحثك لما تقدمه للمجلة؟ أولا طبعا عنوان البحث Article Title، اللي هو يكون بحجم كبير مثلا 20 بوينت. بعض المجلات تطلب أن يكون بولد حسب المجلة. طبعا من الملاحظات حول Article Title أنه تقليل عدد المختصرات، إلا إذا كان المختصر مشهور مثلا pH يعني رقم الهيدروجيني، أكسجين، COVID-19، أشياء مشهورة يعني لازم تحط المختصر، لكن بشكل عام يفضل تقليل المختصرات بالعنوان. لا يجوز أنه يزود عدد الكلمات بالعنوان عن 15 كلمة. هاي بشكل عام. أن يكون العنوان دال فضل أن يكون غير مكرر مع بحوث سابقة، أكيد لأن هذا بالاستلال يسوي مشكلة. بعد العنوان يجي أسماء الباحثين، الباحث الأول حسب المجلة. هنا المجلة الاسم الأول، الاسم الثاني، الثالث، أخير شيء اللقب. بعدين الباحث الثاني، الاسم الأول، الثاني، الثالث، واللقب. بعض المجلات تبدي باللقب، هذا الاسم الأول والثاني، لأن حسب المجلة. ماذا تعني هذه الأرقام 1 و2 اللي يعطيك الأوس؟ أرقام إيش تعني؟ يعني الانتماء، يسمى affiliation، المكان اللي يعمل به الشخص، إذا كان طالب دراسات، كان موظف، كان تدريس في جامعة، أنا يكتب انتماءه إلى أي جامعة هو، ويكتب إيميله أيضا، ويكتب إيميله. إذن هاي الأرقام فقط للتفريق بين الانتماء التدريسي الأول، يختلف عن الانتماء التدريسي الثاني ننطي رقم، إذا ما كان يختلف ماكو داعي ننطي رقم. يعني هاي التدريسي الأول من قسم الكهرباء والتدريسي الثاني من قسم الكيمياوي، إذا كانوا اثنين من نفس القسم ماكو داعي ننطي أرقام، ماكو داعي ننطي أرقام، هم اثنين من نفس القسم. لكن يبقى الإيميل فهنا نحتاج نذكر الأرقام أيضا حتى نفرق بين إيميل البحث الأول والثاني. بعد أسماء المشاركين وإيميلاتهم الأبستراكت، الخلاصة، تجي الخلاصة، وبعد الخلاصة تجي الكلمات الدالة keywords، الكلمات الدالة. لحد هنا أكو سؤال؟ تكلمنا عن عنوان البحث، أسماء الباحثين، وافليشيشن انتماءات الباحثين. اذا اكو سؤال ممكن تكتبون على الشات او تفتح المايك وتتكلم. اذا ماكو سؤال اكتبوا واضحه، ماكو سؤال. واضحه؟ حد الان واضحه؟ فقط الخطة طبعا محددة بعدد كلمات تختلف من مجلة إلى أخرى، من 200 إلى 350 كلمة. فأنت لازم لما تقدم على مجلة لازم تعرف هذه المجلة كم عدد الكلمات التي تتقبلها للخلاصة، حتى تسوي خلاصتك اعتمادا على تعليمات تلك المجلة. إذا قد تكون المجلة 200 كلمة أو 250 أو 300 أو 350 كلمة. ما الذي تحتويه الخلاصة؟ ماذا تحتوي الخلاصة؟ يعني فقرات الخلاصة. طبعا الخلاصة يفضل أن تكون فقرة واحدة. بعض المجلات تقسمها إلى فقرات وتعطيها عناوين للفقرات، لكن بشكل عام الخلاصة فقرة واحدة. بشكل عام الخلاصة فقرة واحدة. ماذا تحتوي الخلاصة؟ مقدمة بسيطة. The use of conventional fractions such as aluminium. إذا استخدام هذه الطريقة باستخدام الألوم اللي هو الشيب،
تتريت وتر لمعالجة المياه، مقدمة بسيطة. أوكي، بعد المقدمة تحاول تعرض المشكلة، تحاول تعرض مشكلة البحث. هنا أقول استخدام الشاب لتصفية المياه مشهور ومعروف لكن فيه مشاكل. إذا عرفنا من المقدمة أنه تعالج مشكلة من مشاكل استخدام الشاب في تنقية المياه. الفقرة الثانية تتكلم عن خطة البحث، يعني عدد النماذج اللي راح تفحصها، عدد الاستبيانات اللي راح تسويها. تتكلم عن خطة البحث بشكل عام، هذه الفقرة الثانية. إذا الفقرة الأولى مقدمة، الفقرة الثانية خطة البحث. الفقرة الثالثة the result، النتائج. ماذا بينت النتائج؟ ماذا بينت النتائج؟ هذه الفقرة الثالثة. الفقرة الرابعة أهم استنتاج، كل بحث فيه استنتاجات كثيرة، لكن هناك أهم استنتاج أو أهم استنتاجين بالبحث توضع في نهاية الخلاصة. إذا هنا مثلا هنا الاستنتاج أنه high turbidity العكورة العالية روف 99% that obtained from 122 NTU sample for alum dose لجرعة ألمنيوم 120 ملغرام لكل لتر. إذا أعطاني الاستنتاج الرئيسي، ممكن أن يعطي أكثر من استنتاج لكن يتقيد بعدد الكلمات الخاصة بالخلاصة. كملنا الخلاصة. إذا أكو سؤال عن الخلاصة، محاضرة مسجلة، احنا اتفقنا انها المحاضرة مسجلة، اتفقنا بان رابط الحضور يفتح اثناء المحاضرة، يعني يكون مغلق رابط الحضور لكن يفتح اثناء المحاضرة. كم كلمة الخلاصة؟ من 200 الى 350. هنا 20 نقطة يقصد به الحجم، حجم الخط 20 بوينت، يعني حجم الخط اللي يكتب به عنوان البحث. حجم الخط يكون ماكو حجم خط 14 16 18، هذا حجم الخط اللي يكتب به العنوان يكون 20. عدد الكلمات من 200 الى 350. خلينا نشوف اذا اكو اسئله بعد عن الخلاصه. اكو سؤال عن الخلاصه؟ عدد الكلمات من 200 الى 350 المحاضره مسجله، الرقم 20 بالعنوان يقصد به حجم الخط المستخدم في كتابة. طبعا يختلف من مجلة لأخرى، لكن بشكل عام عنوان البحث يكون حجمه كبير، لكن قد يختلف من مجلة أخرى. إذا أنت لازم تقرأ تعليمات المجلة اللي تريد تقدم لها البحث. يعني ما اعرف، احنا على جروب التليجرام كل شويه واحد يقول الرابط ما يفتح. احنا نزلنا الرابط وكتبنا الرابط لن يفتح، غير مفتوح، يفتح اثناء المحاضره. ما اعرف يعني ليش كل شويه واحد يسال. اذا اكو حل لهذه المشكله حتى المحاضره الثانيه نكتبها. يعني احنا حطينا خط صح رابط الحضور، بس كتبنا رابط الحضور لن يفتح، حاليا مغلق، لا يفتح الا في نهاية المحاضرة او في منتصف المحاضرة حسب، غير معلوم متى يفتح الرابط. لما يفتح نبلغكم فتح الرابط، تقدرون تسجلون الحضور. واضح الان بالنسبة لرابط الحضور حتى لا يتكرر السؤال. يفتح رابط الحضور اثناء المحاضرة، يفتح رابط الحضور اثناء المحاضرة، حاليا رابط الحضور مغلق، حاليا رابط الحضور مغلق. أتمنى تكون واضحة هاي المسألة مع رابط الحضور. نوهنا عليها بالمحاضرة السابقة. أهداف الدراسة، نعم نعم تذكر لكن بشكل مختصر، تذكر بالمقدمة أكثر. يعني تحاول تحط أهداف الدراسة بالمقدمة أو خطة البحث وهكذا. إذا ماكو سؤال عن الخلاصة، تكلمنا عن فقرات الخلاصة. الخلاصة حسب المجلة من 200 إلى 300 كلمة.
إلى 350 كلمة حسب تعقيدات المجلة، ماكو شيء ثابت. عدد كلمات الخلاصة من 200 إلى 350 كلمة، لا يوجد شيء ثابت حسب المجلة، لأن كل مجلة تقدمها لازم تروح تقرأ تعليمات حتى تعرف ايش قد عدد الكلمات، ايش قد حجم الخط. إذا ما تجان ننتقل للكلمات الدالة. إذا ما في سؤال، طبعا الخلاصة تذكر أبرز النتائج، الخلاصة تذكر أبرز النتائج، لا تذكر النتائج. أكو فقرة اسمها النتائج ومناقشتها في نهاية. زين، خلينا نروح إلى فقرة الكيورد، كلمات الدالة. كلمات الدالة هي كلمات تذكر بعد الخلاصة من خمسة، يعني خمس كلمات أقل شيء، قد تصل إلى ستة سبعة حسب تقييد المجلة. ترتب طبعا أبجديا كلمات الدالة، تكون دالة على محتوى البحث واستنتاجات البحث وخلاصة البحث ونتائج البحث. الغاية من كلمات الدالة هو تسريع الوصول، وصول الباحثين إلى بحثك. فكلمات الدالة هي مثل الهاشتاج، مثل شو يسموها، حتى لتسريع الوصول إلى بحثك. إذا أعيد، كلمات الدالة أقل شيء خمسة، وأكبر عدد ما محدد حسب المجلات، مرتبة أبجديا، تدل لازم على نتائج البحث، تدل على نتائج البحث، على فكرة البحث، على الشيء الجديد بالبحث، وهكذا. إذا كلمات الدالة، إذا أكو سؤال نسمع منكم. أكو سؤال عن الكلمات الدالة؟ خلينا نشوف إذا أكو سؤال عن الكلمات الدالة. واضح إذا ماكو شيء عن الكلمات الدالة. نروح إلى بعض المجلات تطلب خلاصة باللغة الأخرى، مثل مجلتنا تطلب اسم البحث باللغة العربية وأسماء الباحثين وانتماءاتهم، وتطلب الخلاصة باللغة العربية والكلمات الدالة أيضا باللغة العربية. هاي أغلب المجلات تطلب إنجليزي فقط، لكن بعض المجلات تطلب باللغة الأخرى، أو أنه تكون لغة البحث بالعربي فتكون الخلاصة بالإنجليزي وبالعربي، أو لغة البحث مثلا بالفرنسي فتكون الخلاصة بالفرنسي وبالإنجليزي. اللغة الإنجليزية ضروري، يعني لازم، هذا صار شرط عالمي انه اللغه الانجليزيه لازم اسم البحث والكلمات الداله والخلاصه كلها تكون باللغه الانجليزيه، اسماء الباحثين. بعد ذلك اذا تحب انت تكتب البحث باي لغه ماكو مشكله، المهم المعلومات الرئيسيه للبحث تكون باللغه الانجليزيه. الان ناخذ مصطلح بالنسبة للكلمات، هل ممكن ذكر كلمات ليست في النص؟ لا طبعا، هي الكلمات الدالة تدل على نص، على استنتاج، على، فلازم تكون الكلمة مذكورة بالبحث. يجب أن تكون الكلمات الدالة من ضمن البحث. نجي على مصطلح، راح أكتبه على الشات. المصطلح هو Bibliographic Information. Bibliographic information. Bibliographic information. Bibliographic information ماذا يقصد بها؟ صراحة ناخذها. إذا المصطلح موجود عندكم الآن على الشات، Bibliographic information. ما المقصود بالبيبلوغرافيك انفورميشن؟ اكو احد الطلبه او الاساتذه، اكو اساتذه حاضرين معنا، يعرف معنى بيبلوغرافيك انفورميشن؟
إذا يعرف إنه يفتح المايك ويتكلم أو يكتب لنا على الشات ما معنى البيبليوغرافيك. وإذا ما تعرفون اكتبوا لنا لا نعلم. ننتظر جوابكم. ننتظر جوابكم. مكتوب على الشات، الشات مال ال هذا مشتركين يقول المايك ما يفتح، اوكي اكتب الجواب مالتك اذا المايك ما يفتح. يلا اذا الاغلبيه بتقول ما نعرف شنو البيبلوغرافيك انفورميشن. أغلبية ما تعرف، إذا نذكر ما هو المصطلح البيبلوغرافيك انفورميشن. البيبلوغرافيك انفورميشن يقصد بها، راح أكتبها على الشات أيضا، التايتل عنوان البحث، التايتل الأبستراكت، الأبستراكت الباحثين أوثرز، انتماءاتهم أفليشيشن، الكيوردز، كيوردز كلمات الدالة، المصادر. هذه هي المعلومات الرئيسية عن البحث، تسمى بيبلوغرافيك انفورميشن. إذا هي عنوان البحث، أسماء الباحثين، انتماءاتهم، كلمات الدالة، الخلاصة، الريفرنس. الريفرنس. هذه الكلمات او البيبلوغرافيك انفورميشن يجب ان تكون باللغه الانجليزيه، يجب ان تكون بغض النظر عن يجب ان تكون باللغه الانجليزيه. هاي الكلمات المفردات يجب ان تكون باللغه الانجليزيه، هذا صار شرط عالمي حتى يكون البحث مالتك معروف، لان اللغه الانجليزيه لغه عالميه كل الدول تتكلم بها. اذا المعلومات الرئيسيه للبحث يجب ان تكون باللغه الانجليزيه. بعد ذلك اذا تحب تكتب البحث في اي لغه حسب المجله، مجله تقبل بالفرنسي تكتب بالفرنسي، مجله تقبل بالصيني تكتب بالصيني، مجله تقبل بالعربي تكتب بالعربي وهكذا. واضحه البيبلوغرافيك انفورميشن؟ إذا واضحة البيبلوغرافيك انفورميشن واضحة، شكرا. ننتقل إلى المقدمة. قبل لا أروح إلى المقدمة، أكو هامش الصفحة الأولى، هامش الصفحة الأولى، الهامش أو الفوتر، فوتر للصفحة الأولى. لاحظون مكتوب corresponding author، هامش الصفحة الأولى أو فوتر يعني حاشية الصفحة الأولى. Corresponding author، ما هو المقصود بالـ Corresponding author؟ مصطلح مهم. ما هو الـ Corresponding author؟ خلينا نشوف إجاباتكم على الشات، المايك ما يفتح. إجاباتكم على الشات، ما هو الـ Corresponding author؟ الباحث الرئيسي، شو قصد بالباحث الرئيسي؟ لا بأس، يعني حاولوا تجاوبون. حتى يصير هذا المشتركين كتب من اجل التواصل معه، يعني كيف تتصل بالباحث؟ كل الباحثين حاطين ايميلاتهم، يعني مو بس الباحث الرئيسي. باحث الذي اجرى البحث، مو صحيح.
الباحث الذي أرسل البحث للمجلة. بالضبط ياسر غازي رشيد، الباحث. الجواب الباحث الذي أرسل البحث للمجلة. إجابة أخرى تقول الباحث الأول خطأ وليس صاحب الفكرة وليس الذي قام بالعمل وليس أكثر واحد اشتغل بالبحث وليس هو البحث الأول. الكورسبوندينج أوثر هو اللي يتحمل المسؤولية، اللي يتواصل مع المجلة، إذا صار شيء هو يتحمل المسؤولية. طلع البحث مسروق، طلع أحد الباحثين موجود اسمه هو ما مشتغل أي شيء، هو يتحملها الكورسبوندينج أوثر. إذا الكورسبوندينج أوثر الآن واضحة؟ الكورسبوندينج أوثر الآن واضحة؟ هل واضحة معنى الكورسبوندينج أوثر؟ واضحة. زين. أعيدها، الكورسبوندينج أوثر هو الباحث اللي راسل المجلة، يعني مو الباحث الأول ولا الثاني ولا الثالث، أي واحد من الباحثين ممكن هو يراسل المجلة ويتحمل المسؤولية، معنى أنه الباحثين الآخرين مخولينه يراسل المجلة ويجيب على ويجاوب على استفسارات المجلة. كملنا الصفحة الأولى من البحث، نروح إلى الانترودكشن، المقدمة. المقدمة تقسم إلى ثلاث فقرات. ثلاث فقرات، طبعا هذه المحاضرة موجودة بي دي اف، أيضا راح ندوز لكم إياها. المحاضرة مقسمة إلى ثلاث فقرات، أولا مقدمة بسيطة، مقدمة بسيطة. بعد ذلك الجزء الأكبر من المقدمة هو كلام عن البحوث السابقة، يبدي يتكلم عن البحوث السابقة. في نهاية المقدمة أكو الغاية من البحث أو الهدف من الدراسة، تكون في نهاية المقدمة. إذا نعيد المقدمة، مقدمة بسيطة، الدراسات السابقة، وبنهاية المقدمة أكو الغاية من البحث. الغاية من. In the present study an educate and apply magnet. في هذه الدراسة تم الاستقصاء او البحث او العلم على الموضوع الفلاني بخطه، او تختصر الخطه بكلمات بسيطه، وتعطي النتائج المتوقعه. النتائج المتوقعه من خطتك، واضح؟ إذا قلنا المقدمة هي تنقسم ثلاث أقسام، القسم الأول مقدمة بسيطة، القسم الثاني الدراسات السابقة، القسم الثالث الهدف أو الغاية من البحث. هنا أحد المشتركين يسأل كيف أضمن عدم سرقة؟ أنت ما قدمت للمجلة ضمانة أنه ما حد يسرق البحث. إذا كان سؤالك قبل تقديمه للمجلة كيف أضمن عدم سرقة فكرة البحث؟ لكن أنت ما قدمت للمجلة، إذا المجلة رصينة يعني، أنت ضمنت ما حد يسرق فكرة البحث. لأن المجلة راح تدخل برنامج الاستلاب، وبرنامج الاستلاب راح يبين فكرة البحث. أحد المشتركين يقول لي اللي أكتبه ما لا يظهر، بس تظهر وراء تعليقات المشتركين فيصير بعيد عليكم، موجود اللي أكتبه يعني. الشاشة واضحة، الشاشة اللي بدي أشرح عليها. الشاشة واضحة، الصوت واضح، جيد. اوكي كافي كافي تكتبوا رجعا اوكي، يعني واحد يكتب واضح. اوكي، اذا تكلمنا عن المقدمه واعتقد واضحه. بعد المقدمه راح يجي الميثودولوجي للبحث، حسب اذا كان البحث عملي راح تكون الميثودولوجي مالته
ميثودولوجي مالته عن العملي، واذا كان نظري عن النظري وهكذا، اذا كان استبيان الميثودولوجي لا تتكلم عن استمارة الاستبيان وهكذا. اذا كان عملي راح تتكلم اول شيء عن الاجهزه، الادوات، الفحوصات اللي تجريها، مواصفات المواد اللي تستخدمها. هنا بالنسبه للجداول، اغلب المجلات تطلب ان تكون الجداول بدون خطوط افقيه وعموديه، يعني تكون بهذا الشكل بدون خطوط افقيه او عموديه تكون اجمل. بعض المجلات ما تريد خطوط عموديه وافقيه بالجداول. هنا سؤال: إذا كيف نحمي فكرة البحث قبل إنجازي؟ قبل إنجاز. مواقع تنشر البحث قبل لا ينجز، يعني من ضمنها موقع ARVX، هذا موقع ينشر البحوث قبل لا تنشر يعني، فتحمي فكرة البحث. إذا اسمه هسه ناخذ الرابط مالته وانا ضعه على الشات. اسمه ARVIX، راح نحطه على الشات. هذا موقع تابع لجامعة تقدر تنشر بحثك فيه قبل لا تقدمه لأي مجلة، وماكو مشكلة. ثم تعرفون ما يصير واحد يقدم البحث إلى أكثر من مجلة بنفس الوقت، لكن هذا الموقع مستثنى. هذا الموقع هو مو مجلة، راح ينشر بحثك قبل لا تبعثه لأي مجلة وماكو مشكلة. صوت واضح أحد المشتركين، لكن احنا مشترك يقول الصوت ماكو. أعتقد الصوت واضح. هل الصوت واضح؟ إذا واضح عند بعض المشتركين المتقاطع، يا ريت يعالجون مشكلة من عندهم. لا، هذا الموقع مستثنى من الاستلال، يعني برامج الاستلال ما تبحث بهذا الموقع. برامج الاستلال ما تبحث بهذا الموقع. واكو مواقع اخرى ايضا، لكن قد اللي يستخدم برامج الاستلال ما عنده خبره فيقول لك هذا البحث مستل يعني. ايضا تعتمد على خبره الشخص اللي يستخدم الموقع. إذا نعطيكم استراحة مدة 600 ثانية. تعرفون ايش قد 600 ثانية تساوي كم دقيقة؟ نعطيكم استراحة 3 دقائق حتى تسجلون حضور. خلينا نفتح رابط الحضور، إيش كان مغلق، خلينا نفتح الآن. فتحنا رابط الحضور، جاوب على السؤال الموجود. لا، ما راح نعطيكم 600 ثانية، 600 ثانية كثيرة، 10 دقائق كثيرة، 10 دقائق، 3 دقائق، 3 دقائق استراحة، 3 دقائق استراحة. إذا 3 دقائق حاولوا تسجلون الحضور وتجاوبون على السؤال. لا طبعا، هو هي الغايه من الرابط، انه ما راح تكتب اسمك وهذا، فقط تجاوب على السؤال حتى تثبت حضورك اليوم، والا اسمك وهذا ما راح تعيد تكتبه مره ثانيه. اذا سجلت امس رابط الحضور هو نفسه رابط الدوره، ما راح نذكر رابط الحضور لان ذكرناه كثيرا.
ما راح يطلع لك تسجيل جديد الا اذا انت ما مسجل اصلا. ايضا ذكرناها لقد ساهمت بالراد، تضغط على edit edit response، اكيد راح يقول لك ساهمت بالراد. اكتب edit response، هاي ذكرناها كثيرا. تعديل الاجابه بالضبط، تعديل الاجابه حتى ترجع مره ثانيه تسجل بالضبط. رابط الحضور هو نفس الرابط اللي سجلته به، ما راح نذكره بالمحاضره، فقط نفتحه يعني. إذا رابط الحضور هو نفس الرابط، إذا أشوف بعض المشتركين يقول لي يطلع ماكو أي معلومات، اكتبها، إذا ما طلعت المعلومات اكتبها، لكن هو اللي مسجل سابقا ما راح يسأل عن المعلومات. إذا المعلومات رايحة اكتبها مرة ثانية. بس هو اللي مسجل سابقا ما راح يسأل عن الاسم والهذا، يطلع المعلومات مكتوبة بس تسوي نيكست. بس تضغط نيكست نيكست إلى أن تظل السؤال. اكيد راح تطلع لك المعلومات بس تلقاها مكتوبه، تلقى المعلومات مكتوبه يعني ما كنت قاعد تكتبها مره ثانيه. اوكي اذا صرت تكمل تسجيل حتى ارجع للمحاضره. هذا السؤال عليه درجة، فأنت كل محاضرة راح تجمع درجات. كثيرين هنا دا لاحظ جاوبوا بشكل صحيح وأخذوا خمس درجات، يعني خلينا نقول أكثر من 50% جاوبوا بشكل صحيح وأخذوا الخمس درجات مالت اليوم. إذن حاولوا تسجلون قبل لا تنتهي الاستراحة. راح نغلق الرابط ونرجع نفتح نهاية المحاضرة مع سؤال جديد. السؤال يظهر بعد ما تسوي نيكست نيكست، يعني آخر شيء هو السؤال، آخر شيء هو السؤال. أول شيء معلوماتك تطلع، بعدين تسوي نيكست، وآخر شيء هو السؤال. اللي ما يسأل أين السؤال معناته ما حضرت المحاضرة السابقة يعني. عموما اضغط نيكست نيكست إلى أن تصل إلى السؤال. تقريبا 70% جاوبوا على السؤال وأخذوا خمس درجات. الآن ازداد العدد، صار أكثر من 70% مجاوبين على السؤال وأخذوا خمس درجات. إذا معكم مشكلة بتسجيل الحضور، الاسم مهم، يعني شلون ما تكتب اسمك راح تستخدمه بالشهادة حتى نعرف علما من في الدرجة. شلون ما تكتب اسمك؟ هذا يعني السؤال مكرر، لقد ساهمت بالرد، تضغط ايديت تعديل الاجابه، اكيد انت ساهمت بالرد، انت مسجل والبارحه حضرت محاضره، لكن تضغط ايديت ايديت او تعديل الاجابه حتى ترجع تشوف اجاباتك. اذا انتهت الرد، الكل سجله ان شاء الله. مش هتحاسبه، تقدر من الموبايل تسجل. راح نرجع الى المحاضره ونترك الرابط مفتوح ايضا ثلاث دقائق اضافيه، ارجو من الجميع انه يسجل.
إذن نرجع للمحاضرة إن شاء الله، نرجع للمحاضرة، نترك باب الحضور مفتوح 3 دقائق أو 5 دقائق أخرى. نرجع إلى المحاضرة، تكلمنا عن الجداول. طبعا الجدول الاسم مالته الجدول يكون للأعلى، بينما الفقر الاسم مالته يكون للأسفل. هذا صار شيء عالم يعني لا خلاف عليه، أنه اسم الجدول يكون للأعلى واسم الفقر يكون للأسفل. بعض المجلات تطلب أنه الجدول يكون بدون خطوط أفقية أو عمودية. بعد ما تكمل الجداول والأشكال تجيك مناقشة النتائج. طبعا أغلب الطلاب الدراسات مناقشة النتائج بس يذكر زيادة نقصان، يعني إضافة المادة الفلانية تؤدي إلى زيادة الخصخصية الفلانية. هذا الشيء مو صحيح، هذا تقرير، أنت هنا بحث مو تقرير. يعني مو فقط زاد ونقص، لازم تجد السبب والتفسير، تجد علاقة هاي الزيادة مع الزيادات الأخرى والنقصانات الأخرى، فتكون مناقشة علمية. ليس فقط، يعني أغلب الطلاب الدراسات أشوفهم بالأطاريح أو بالبحوث يقول لي أنه زيدنا الغاز زاد التلوث، قللنا الغاز قل التلوث، أو بنسبة كذا. لا يكفي هذا الشيء، يجب أن تناقش سبب الزيادة والنقصان، تربط هذه الزيادة والنقصان بالعوامل الأخرى حتى تكون مناقشة جيدة للنتائج. خلينا نشوف شكل من الأشكال. هذا الشكل مثل ما تلاحظون، اسم الشكل يكون للأسفل مو مثل الجدول، اسم الشكل يكون للأسفل، الجدول يكون للأعلى. خل ننزل بعد في البحث. هذا البحث لصيغته الأولية يعني قبل النشر. آخر شيء طبعا مثل ما تعرفون هي الاستنتاجات، conclusions. من يعرف قبل الconclusions ماذا لضع مكتوبة بالله؟ بس انت ممكن تضع فقرة قبل الاستنتاجات، من يذكر لنا ما هي هذه الفقرة؟ ما هي الفقرة التي تذكر قبل الاستنتاجات؟ لا لا، بعد بين النتائج والاستنتاجات. بين النتائج ومناقشة النتائج هي فقرة واحدة. التشكرات بالضبط ياسر، التشكرات. التشكرات الاكنولجمنت. الاكنولجمنت تذكر قبل الكونكلوجنز. او بعد الكونكلوجن، اسف، تكون بعد الكونكلوجن قبل المصادر، قبل المصادر. تشكرات. اما الاشكال والجداول فحسب المجله، اغلب المجلات تطلب الاشكال والجداول ان تكون ضمن البحث، وهذا شويه شيء متعب للباحث. بعض المجلات تضعها في النهايه الجداول والاشكال. التشكرات مو شرط اساسي، الاكنولجمنت مو شرط اساسي. إذا نرجع إلى البحث. الخلاصة، بعض المجلات تطلب الاستنتاجات على شكل نقاط وبعضها تطلبها على شكل فقرة. بعدها النومكليتشر. النومكليتشر اللي هي الرموز. بعض المجلات تطلب أن تكون الرموز قبل المصادر، والأكنولجمنت أيضا يكون قبل المصادر. نومكليتشر تعني الرموز، الرموز المستخدمة بالبحث. نوم كلاشر الرموز. فقط قسم الكهرباء اخذوا كورس ريسيرش ميثودولوجي، المفروض يكونون يعرفون هاي المعلومات. اذا بعد الاكنولجمنت تجي الريفرنس. من يقول لي كيف نكتب الريفرنس؟ هل نرتبها ابجديا ام نرتبها حسب ظهورها بالبحث؟ كيف نكتب المصادر بالبحث؟ أبجديا
هذا المشتركين يقول 90% من البحوث لا تدرج التشكرات، لا بالعكس، يعني التشكرات جدا مهمة، يعني تعني على وجود جهة داعمة، يعني مو شرط أنت تشكر شخص، يجوز تشكر الجامعة لأن وفرت لك مصدر مالي أو وفرت لك مختبر حتى تكمل البحث، فصار الأكنولجمنت شيء مهم. إذا المصادر إجاباتكم يعني أغلبها خاطئة، يعني واحد يقول أبجديا، واحد يقول حسب دوره بالبحث، واحد يقول حسب بالضبط. محمد كريم، محمد كريم كتاب حسب المجلة، حسب المجلة، مجلة تطلب أبجدي، مجلة تطلب حسب ظهورها بالبحث. إذا لما تقدم بحث إلى المجلة لازم تقرأ تعليمات النشر في المجلة تسمى Author Guideline حتى تعرف المجلة كيف تطلب منك كتابة المصادر. إذا جواب صحيح، حسب المجلة، ممتاز. خلينا نشوف هاي المجلة كيف تكتب المصادر. أولا اللقب، لقب الباحث، لقب الباحث، بعد ذلك اسم الباحث الأول يعني مختصر مال اسمه الأول، مثلا كان اسمه إبراهيم فقط حرف الإي، أو اسمه عمر فقط حرف الواو، بدون نقاط، بدون نقاط اختصار. بعد ذلك يأتي اسم البحث، اسم البحث، هذا كتاب فكاتبين واشنطن، في واشنطن 1903. خلينا نشوف بحث مجلة، بحث مجلة، هذا بحث مجلة، موسى يعني هذا اللقب موسى، كي يجوز اسمه كريم مختصر كي، ام اسمه محمد مختصر محمد بدون نقاط، ليس كي نقطة ام نقطة، هادي هادي اتش جي، طبعا حسب المجلة اكو مجلات تطلب نقطة، يعني تطلب كي نقطة ام نقطة. الباحث الثاني هادي يعني اسم الجد او اللقب، اتش الاسم الاول، جي الاسم الثاني، وراها اسم البحث، هذا اسم البحث، اسم المجلة، هاي المجلة تطلب اسم المجلة يكون بالأزرق ومائل، مجلات كثيرة ما تطلب هذا الشيء. إذا اسم المجلة بلون أزرق ويكون بعدين السنة، السنة، سنة نشر البحث، فارزة منقوطة، الفوليوم، فوليوم والنمبر، تعرفون شو الفوليوم والنمبر؟ فوليوم بين قوسين النمبر، اخير شيء عدد الصفحات، يعني من صفحه 550 الى صفحه 525. هذا البحث في هذه المجله منشور من صفحه 550، من 550 الى 555. سؤالنا هو ما هو الفوليوم وما هو النمبر؟ احد يجاوب؟ فوليوم المجلد، جيد، والنمبر، النمبر يعني قلنا الفوليوم والمجلد والنمبر شنو؟ اكو اجابه رقم البحث في المجلد خطأ، رقم البحث لا، عدد الباحثين خطأ، عدد المجله، رقم المصدر لا، اسم المصدر لا. اذا كل الاجابات مع الاسف كانت خاطئه. كافي، شكرا، شكرا اجاباتكم حتى لا يصير اشكال. شكرا لاجاباتكم. النمبر ما حد جابه بشكل صحيح، الفوليوم هو المجلد والنمبر هو بالضبط. ياسر غازي، ياسر غازي من اي قسم؟ ياسر غازي من اي قسم؟ رقم العدد في المجله، ياسر غازي رقم العدد في المجله، تعرف اكو مجله تصدر عددين بالسنه، 3 اعداد، 10 اعداد، 12 عدد، فلازم نعرف هذا البحث في اي عدد من المجله، في اي عدد من، اذا كانت المجله تصدر شهريا فان العدد يدل على الشهر، يعني شهر السادس يدل على تموز، يعني هذا الاصدار في تموز. اذا كانت المجله تصدر فصليا فالفصل الاول شتاء، الفصل الثاني ربيع، والفصل الثالث صيف، والفصل الرابع خريف، فهي مجله فصليه. ياسر غازي من اي قسم؟
ما جاوبتنا على سؤالنا. رقم المجلد هو السنة. المجلد هو السنة، يعني في الغالب يشير إلى السنة. قد يصدر مجلد خاص يعني، لكن في الغالب هو السنة. السنة. العدد، كم عدد يصدر في السنة؟ حتى تعرف يا سنة ويا عدد من السنة. إذن أكملنا شرح المصادر. كم طريقة لكتابة المصادر موجودة؟ كم طريقة لكتابة المصادر الموجودة؟ الكثير من الطرق، الكثير من الطرق. أحد المشتركين جاوب مندلي. مندلي هو برنامج لكتابة المصادر وليس طريقة لكتابة المصادر. لا هي مو حسب البرنامج، حسب المجلة الطريقة. بس أنا سألت كم طريقة؟ الطرق كثيرة، طرق كثيرة لكتابة المصادر. كل مجلة تأخذ لها طريقة من الطرق العالمية. اهلا وسهلا استاذ ياسر من مجله ديالة، حياك الله استاذ، حياك الله استاذ. انا توقعت من قسم الكهرباء، لان عندنا قسم الكهرباء ياخذون كورس ريسيرش ميثودولوجي، فتكون اجاباتهم صحيحه في الغالب. اذا انا حسب تعليمات المجله راح اكتب المصدر. بعد المصادر ايش راح يكون موجود؟ شو يكون بعد المصادر؟ راح نسأل سؤال. بعد المصادر ماذا يكون هناك؟ بعد المصادر ايش راح يكون؟ بعد المصادر تجي الملاحق. إذا كانت هناك جداول مطولة، ضرورية، استبيانات، فتكون في الملاحق. أبندكس. ضباط ابراهيم، ممتاز. فيتشي كملنا الصيغه البدائيه للبحث، نروح الى الشطر الثاني الصيغه النهائيه للبحث. نعطيكم استراحه 3 دقائق. اذا تحبون، احد المشتركين يقول احيانا السيرة الذاتية للباحثين. بالضبط، مجلات قليلة تحط السيرة وصورة الباحثين بعد المصادر. بنعطيكم استراحة 3 دقائق. إذا تحبون تتناقشون بيناتكم عن سؤال معين على الشات ماكو مانع. بعدها نبدي بالشطر الأخير اللي ما راح يطول، الصيغة النهائية للبحث. الصيغة النهائية للبحث. إذا استأذنكم 3 دقائق استراحة. إذا تحبون تتناقشون بيناتكم بأي موضوع.
إذا رجعنا المحاضرة انتهت الاستراحة. الشطر الثاني من المحاضرة هو راح أشارك معاكم الصيغة النهائية للبحث. إذا أتمنى تكون الصورة واضحة الآن، الصيغة النهائية للبحث. الصورة واضحة، الصيغة النهائية للبحث. إذا الصورة واضحة نقدر نبدأ. الصيغة النهائية للبحث أيضا تختلف من مجلة لأخرى، لكن إحنا نتعلم على المصطلحات حتى نعرف شنو المصطلحات اللي تظهر بالصيغة النهائية، ومو مشكلة مكانها أو لونها أو حجم هاي المعلومة. أول شيء يكون شعار الجهة الداعمة. إحنا الشعار قاعدة البيانات الرئيسية هي الإراكي أكاديميك. بعدها اسم المجلة مثل ما تشوفون للأعلى، اسم المجلة بين قوسين السنة 2021، المجلة 28 يعني المجلة صار 28 سنة تصدر، بين قوسين العدد يعني هذا هو العدد الثاني يعني عدد الربيع، لأن هي فصلية مجلتنا تصدر شتاء ربيع صيف خريف، فالعدد الثاني نعرف أنه هذا الربيع العدد الربيعي. صفحات من 1 إلى 14 يعني هذا البحث هو هذا أول بحث بالعدد، صفحات من 1 إلى 14. المعلومات اللي بعدها خاصة بالمجلة، ISSN للمجلة واسم المجلة والموقع الإلكتروني للمجلة. هاي المعلومات اللي تكون خلفيتها برتقالية هي خاصة معلومات من المجلة. بعد ذلك هذه الفقرة مجلات قليلة تستخدمها في البحث، تستخدمها في الموقع نعم، لكن في البحث مجلات قليلة. هنا نشير للقارئ أنه هكذا اكتب المصدر هذا حتى لا يخطأ في كتابته، لأن إذا خطأ في كتابة المصدر معناته يروح علينا الفائدة، من استفاد من استخدامه للمصدر. إذا هذا اللي راح تشوفه نادر بالمجلات يستخدم، أنه يشيرك هكذا أكتب البحث كمصدر حتى لا تخطأ في كتاب. بعد ذلك اسم البحث، اسم البحث، أسماء الباحثين تكون إلى اليسار، من تضغط على اسم الباحث يأخذك على الإيميل، أي باحث من الباحثين إذا كان 2 أو 3 هذا البحث بشخص واحد، لكن لأكثر من شخص كل شخص موجود الإيميل مالته. بعد ذلك الجهة اللي ينتمي إلها الباحث، الكلمات الدالة، الارتكل هيستوري تاريخ البحث يقصد بها متى تم تقديم البحث للمجلة، متى قبل للنشر، ومتى تم نشر البحث، هذا المقصود بالارتكل هيستوري. هنا حقوق النشر طبعا لكلية الهندسة، حقوق النشر الدي او اي هو معرف الوثيقة الرقمية أو الكائن الرقمي للمجلة للبحث، هذا رقم خاص بهذا البحث، رقم خاص بهذا، رقم عالمي خاص بهذا البحث، رقم عالمي خاص بهذا البحث. بس لما أضغط عليه يأخذني إلى الصفحة اللي فيها تفاصيل عن البحث، اللي من عندها أقدر أحمل نسخة من البحث وهكذا، إذا كان البحث مجاني. واضح؟ واضح الآن؟ بعد هاي المعلومات العامة تجي الخلاصة باللغة الأخرى، إذا المجلة تطلب خلاصة باللغة الأخرى واسم بحث باللغة الأخرى وكلمات دالة وهكذا.
تلاحظون انه اغلب المجالات يستخدمون بالصيغه النهائيه اسلوب العمودين، يكون اجمل فيستخدمون اسلوب العمودية، بينما بالصيغه البدائيه يعني يكون البحث باسلوب العمود الواحد، لكن بعض المجالات حتى بالصيغه البدائيه يريد البحث باسلوب العمود الواحد. بالصيغه البدائيه اذا لاحظتوا اكو كان ترقيم للاسطر، احد لاحظ اكو ترقيم للاسطر بالصيغه البدائيه، ما هو هذا السبب؟ بالصيغه النهائيه ما موجود ترقيم للاسطر، شو سبب ترقيم الاسطر بالصيغه البدائيه؟ سؤال، الصيغه النهائيه نعم الصيغه النهائيه تكتب من قبل المجله، لكن بعض المجلات يعني تضغط على الباحث تطلب منه هو يكتب الصيغه النهائيه. ترقيم الاسطر لغرض انه المقيم لما يقيم بحثك يشير الى رقم السطر ويعطي الملاحظه. بالصيغه النهائيه ما نحتاج ترقيم الاسطر، لكن بالصيغه البدائيه البحث راح يروح الى المقيمين قبل ان يقبل، فحتى المقيم يشير الى رقم السطر قبل لا يكتب الملاحظه. احسن ما يشير الى رقم الصفحه، ادق يشير الى رقم السطر. إذا ترقيم الأسطر بالصيغة البدائية لأغراض التقييم، حتى المقيم يشير إلى رقم السطر ويكتب ملاحظته عن السطر هذا أو عن الجملة الموجودة بالسطر، أفضل مما يشير إلى رقم الصفحة، يشير إلى رقم السطر. أعتقد واضحة الآن. خلينا نحط سؤال وتعيدون تعيدون رابط الحضور، تدخلون عليه مرة ثانية. راح أضع سؤال الآن، لما يكتب الشمال أبلغكم حتى تدخلون. السؤال السؤال هو السؤال يتعلق بما شرحناه بالشطر الثاني من المحاضرة، علي 5 درجات. الآن تقدر تسوي ريفرش وتدخل على رابط الحضور وتجاوب على السؤال الثاني، تجاوب على السؤال الثاني اللي موجود أسفل السؤال الأول. إذا الرجاء تدخلون على الموقع على رابط الحضور وتسوون ريفرش راح تلقى السؤال تجاوبون عليه، وخلونا نشوف عدد الإجابات الصحيحة على هذا السؤال. إذا ننتظر إجاباتكم، خلونا نشوف عدد الإجابات الصحيحة. عندنا جواب صحيح وصل، جواب ثاني، ثالث، رابع، 4 إجابات صحيحة لحد الآن. انتظر إجاباتكم. خمسة عشر شخص جاوبوا وجاوب صحيح، 8 أشخاص جاوبوا بشكل خاطئ. الآن 17 شخص جاوبوا بشكل صحيح، بده يزداد عدد الإجابات الصحيحة.
20 شخص. ثلاثة وعشرين شخص. 25 شخص إجابة صحيحة. وعدنا أيضا زيادة بالإجابات الخاطئة. إذا ننتظر تكملون إجاباتكم. واحد وثلاثين شخص إجابة صحيحة. أساتذتي حاولوا تكملون يعني الإجابة قبل لا نغلق الرابط. هنا يسأل ما هو المقصود بالانيشال فيرجن، يعني النسخة البدائية من البحث. انيشال بداية، فيرجن إصدار، النسخة البدائية من البحث. إن شاء الله نعطي الإجابة الصحيحة بعد غلق الرابط. إذا عندنا 44 إجابة صحيحة، ومع الأسف 21 إجابة غير صحيحة. حاولوا تكملون أساتذتنا حتى نغلق الرابط وننهي المحاضرة. هنا أحمد عاشور عناد يقول يطلع تعديل الإجابة. نعم، أضغط على تعديل الإجابة حتى تشوف السؤال في نهاية الإجابات مالتك. لا يوجد رابط جديد، هو من نهاية بداية الدورة إلى نهايتها راح يكون نفس الرابط. سوي تعديل للإجابة حتى تجاوب. 56 إجابة صحيحة. خلينا نتفق، هنا عندنا 90 مشترك و خلينا نتفق، رابط الحضور هو نفسه من بداية الدورة إلى نهايتها. أوكي؟ تعديل الإجابة هو اللي يوديك على أسئلة. الأسئلة تكون بالنهاية أكيد، أول شيء اسمك وإيميلك واسمك وهذا عشان تكاتبها تمر عليها على السريع. خالدة، من أي قسم خالدة؟ خالدة تسأل يقول مظهر السؤال، ممكن تساعدون زميلتكم خالدة تقول مظهر للسؤال سواء على الجروب أو على الخاص. ستين إجابة صحيحة، حاولوا تكملون حتى نغلق الرابط.
اللي جاوب ممكن يغادر. اللي جاوب اللي جاوب ممكن يغادر الميت. اللي ما جاوبوا يا ريت يجاوبون. اللي ما جاوبوا رجاء يجاوبون حتى نغلق الرابط. واللي جاوب ممكن يغادر. بعد أكو ناس ما جاوبوا، ننتظر الإجابة حتى نلقي الإجابة الصحيحة. سبعة وسبعين بالمئة جاوبوا بشكل صحيح، وأكو واحد تراجع جاوب بشكل صحيح غير إجابته إلى الخطأ. رجعنا للملف الإجابة الصيغة الأولية، ما هو السؤال؟ خلينا نغلق رابط الحضور حتى أنت الإجابة الصحيحة. الإجابة الصحيحة طبعا هو الـ DOI يوضع في الصيغة النهائية وليس في الصيغة البدائية. دي او اي يوضع في الصيغة النهائية، صيغة البداية ما دي او اي. هذا هو الجواب الصحيح. رجعنا لملف الصيغة الأولية. ست فاطمة، ما هو السؤال؟
هذا الفوكس بي دي اف او نيترو برو على البرنامج اللي افتتحنا به الملف، يعني برنامج اللي افتتحنا به الملف. لا مو اند نوت، هذا برنامج لقراءة البي دي اف، برنامج لقراءة البي دي اف. اذا نهي المحاضرة. أبيتمكم أشكر ستران ديل القائمة على إدارة المحاضرة، وإن شاء الله تكون مشرفة على شهاداتكم بعد نهايتها. ونشكر جامعة تكريت الداعمة لهذه الدورة، والشبكة السويدية العراقية، وأكاديمية إفراج معرفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.